مشاهدينا، وللحديث عن التظاهرات في إيران والعنف المستمر ضد المتظاهرين وكذلك دور العقوبات الدولية من تخفيف حدة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في إيران، معنا من كندا رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية في إيران الأستاذ صلاح أبو شريف. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. مساء الخير على حضرتك الخير والمشاهدين الأفاضل. حياكم الله. كيف تقيم حتى الآن مسار التظاهرات في إيران؟ ما الدافع الذي لا يزال يحفز المتظاهرين على النزول إلى الشارع والتظاهر؟ بالتأكيد المظاهرات والاحتجاجات يعني هي انتقلت رويدا رويدا من احتجاجات وانتفاضات ومسيرات إلى ثورة عارمة بعد هذه الأسابيع وبعد التضحيات الكبيرة وبعد مشاركة كل أطياف الشارع والشعوب غير الفارسية من الأحواز المحتلة جنوبا وصولا لأذربيجان في كردستان وأيضا في زاهدان، والكل يتابع الآن كيف تنتقل هذه المظاهرات من مرحلة لأخرى وتشارك بها كل الفئات من الأطباء حتى أطفال المدارس ومن العمال حتى النخب، الكل الآن يشارك بهذه المظاهرات والكل يشارك بهذه الاحتجاجات. أما الدافع من المؤكد هو الكل يريد الخلاص من هذا النظام بعد أن وصلت كل الأطياف كل الشعوب كل الجماهير إلى حالة لا رجعة مع هذا النظام، اليأس التام أن هذا النظام لا يريد تحسين الأوضاع، لا يريد المصالحة مع الشعوب مع نفسه، لا يريد مراعاة الحد الأدنى من حقوق الإنسان، ولا يريد أن يستمع للجماهير والنضالات المستمرة طيلة سنوات متعددة وانتفاضات سابقة. ما يحفز الشعوب الآن وأيضا الشعب الفارسي، الكل أدرك أن نهاية هذا النظام اقتربت وكل الخطوط الحمراء قد تجاوزت، فمن المؤكد قرب اسقاط النظام هو الحافز للمسيرة الطويلة اللي خاضتها هذه الشعوب منذ سنوات لوصولهم إلى هذا المكان اللي هم فيه. طيب، هنا يعني في هذا الإطار، هل ترى أن التفاعل الدولي مع التظاهرات كافي في ضمن زخم هذه التظاهرات المستمرة؟ وما جدوى العقوبات المفروضة على النظام الإيراني سواء من الولايات المتحدة أو حتى الاتحاد الأوروبي والنظام لا زال مستمر في القمع؟ المواقف الدولية من المؤكد لها أثر ولها أثر بالغ في ما يجري في الشارع، لأنها تحفز وتساعد وتدعم المتظاهرين وتبلغهم برسالة واضحة أن أصواتهم مطالبهم وصلت إلى الرأي العام، إلى دول صانعة القرار، إلى كل الأطراف اللي لديها مشاكل مع إيران وتريد التخلص من هذا النظام. يعني هذا بالتأكيد له أثر إيجابي على المتظاهرين والمحتجين في جغرافية إيران السياسية. نعم. ولكن هل هو كافي؟ بالتأكيد غير كافي حتى اللحظة. نعم. رغم أنه تقدم إلى وصوله إلى مجلس الأمن يوم أمس، هذا يعني عمل نوعي بامتياز حقيقة ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية بمعية بعض الدول من ضمنها ألبانيا بحضور بعض المعارضة، وأيضا الموقف الكندي الواسع النطاق واللي تطور خلال ثلاثة أسابيع بشكل كبير حتى وصلت به أن يشارك رئيس الوزراء الكندي بمقدمة المتظاهرين ضد هذا النظام. هذه رسالة قوية وواضحة من دولة ضمن الدول السبعة الكبرى الاقتصادية. مواقف ألمانيا وفرنسا مواقف حقيقة حتى اللحظة كبيرة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولكن ما نتوقعه المرحلة القادمة سوف يعني تبدأ الكثير من الدول تطرد بالسفراء، وهذا طيب. هو ما نتوقعه في المرحلة القادمة. طيب، هنا بعيدا عن التظاهرات المشتعلة في إيران، إلى أي مدى يمكن أن يكون دعم طهران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وغزوها ضد أوكرانيا نقطة مفصلية في التعامل الأمريكي مع إيران؟ له الأثر الكبير، يعني له الأثر الكبير. إيران أخطأ كثيرا
ولكن مثل هذا الخطأ القاتل في هذا الظرف بالتأكيد له الأثر الكبير على المواقف ليس الأمريكية فحسب، بل على مواقف الاتحاد الأوروبي والنيتو أيضا عامة. إيران الآن شريك حرب في المعركة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي الأنظمة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا بالتحديد كلها تقف موقف صلب بوجه إيران كما تقف بوجه روسيا. وأحد يعني أهم نقاط ضعف إيران هي هذه المظاهرات الموجودة الآن، وأيضا الشعوب غير الفارسية في إيران. ونعتقد كما يعني وهنا السؤال، مشاركة الشعوب غير الفارسية إلى أي مدى يمكن أن يدعم ويكون نقطة تحول في هذه التظاهرات حاليا؟ كبيرة جدا. اليوم ما شاهدناه في تبريز عاصمة أذربيجان، وشاهدناه في كرج أحد ولايات أذربيجان أو مدن أذربيجان، وبشعاراتهم الوطنية وبشعاراتهم التركية اللي هي تدل على المطالب الواضحة للشعوب عمومة وليس للشعب الأذربيجاني فحسب. يعني نقطة اللا عودة لهذه المظاهرات، يعني المعارضة الفارسية كانت تطرح تغيير النظام وتطرح أيضا الحرية والديمقراطية، ونحن جميعا كشعوب غير فارسية لا نخالف هذا، ولكن شعاراتنا الوطنية وشعاراتنا الحقيقية وشعارنا في حق تغيير المصير لم يكن يطرح في المظاهرات يعني خلال الأسابيع الماضية. بدأ منذ الأسبوع الماضي طرح هذه الشعارات وتحول نوعي باللا رجعة من هذه المظاهرات وهذه الانتفاضة. شكرا لك ونعتذر لضيق الوقت. من كندا رئيس جبهة الشعوب غير الفارسية في إيران الأستاذ صلاح أبو شريف، شكرا جزيلا لحضوركم معنا. شكرا جزيلا حضرتك. شكرا.